يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما، حميدا لم يزل، محمودا لا يزال، ومجيدا لا يزول، ومبدئا ومعيدا، وكل أمر إليه يعود. وأفضل الصلاة وأتم السلام على حبيب إله العالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. على أعتاب كلام الإمام السجاد سلام الله عليه، وعند قوله صلوات الله وسلامه عليه في بيان حق الابن على أبيه، أن للابن على أبيه عدة حقوق، من أهم تلك الحقوق هو توفير البيئة الهادئة، والأمر الثاني هو أسلوب التعامل، وهذا ما أريد أن أقف عنده في هذه الدقائق. لا شك ولا شبهة بأن أسلوب التعامل له دور خطير جدا في حياة الإنسان، ولهذا على مستوى العموم الشريعة المباركة العديد من ساحتها الروائية أخذت هذا المنحى. لو تشاهد النصوص التي وردت في آداب التعامل بين المؤمنين وآداب المعاشرة وغير ذلك، كلها تصب في هذا المنحى، تصب في هذا الاتجاه، أنه كيف يمكن للإنسان أن يعاشر الناس، وما هو الأسلوب الذي يمكن أن يتصرف به مع الناس، وكيف يمكن أن يجتاز هذا الامتحان وهذه الدنيا رغم صعوباتها ومشاكلها وآلامها، كيف يمكن أن يجتازها بسلامة. شوف أنه الأحاديث والروايات متفرقة، تارة تنظر إلى الأبناء وهم صغار، مرة تنظر إلى التعامل مع الزوجة، مرة تنظر ما إلى التعامل مع الأخ المؤمن، مرة تنظر إلى التعامل مع بقية الناس، وهكذا. فتقريبا أنه تشوف أن الدين الإلهي، وكما ورد في الروايات أن الدين هو المعاملة. الدين هو شنو؟ المعاملة. المعاملة تحتاج إلى أسلوب، والأسلوب مختلف من شخص إلى شخص آخر، وبحسب طبيعة المخاطب وبحسب طبيعة المتلقي وهكذا. ما أريد أن أقف عليه أنه ما هو الأسلوب الناجح اللي من خلاله نستطيع أن نربي جيلا صالحا، هذا الجيل الصالح يستطيع أن يحمل الأمانة ويستطيع أن يقف يصد عواصف الدنيا وآلام الدنيا ويستطيع أن يتحمل المسؤولية. ونحن لا ننسى أيضا أنه الإمام المعصوم من أهم مهامه هو أن يربي الإمام الذي يأتي من بعده. من أهم المهام التي عند المعصوم هو أن يربي الشخص الذي يخلفه.
إذن إذا كان هكذا المعصوم وظيفته ويهتم بهذا الجانب، فعلينا أيضا أن نهتم بأننا كيف نربي جيلا صالحا ناصرا للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك العديد من المناهج التربوية والمناهج التي ذكرها علماء التربية في مسألة أسلوب التربية في زمننا الحاضر. سأقف عند أسلوب من هذه الأساليب العامة. يقسمون الأساليب بشكل عام، يقول بأنه أكو أسلوب بالتربية يسمى التربية المتسلطة، وأكو أسلوب آخر يسمى التربية المتساهلة، وأكو نوع آخر من التربية يسمى بالتربية المتوازنة. أنا ما أريد أقف عند هذه، لأن هذا كلام يحتاج إلى شرح وتفصيل طويل. أقف عند النوع الأول من هذا النمط من التربية، وهو التربية المتسلطة. التربية المتسلطة، نحن نعلم بأنه لا شك ولا شبهة بأن الأب أو الأم عندهم سلطة على أبنائهم، وهذه السلطة حق مجعول من الله سبحانه وتعالى لهم على أبنائهم. كذلك أيضا بالنسبة إلى الأيتام، الله سبحانه وتعالى جعل لهم أولياء، ولي اليتيم مثلا، فله نوع من السلطة. لكن عندنا نوعين أو مصطلحين علينا التفريق بينهما. المصطلح الأول هو السلطة، وهي حق ثابت بمقتضى الشريعة أو بمقتضى القانون الوضعي مثلا، يضعه المقنن لأجل هدف معين، هذا يسمى السلطة. عندنا التسلط. التسلط ما هو؟ يقول العلماء بأن هناك فرق بين السلطة وبين التسلط. السلطة أنها حق مجعول يهدف إلى بناء غيره. يعني أنت عندك سلطة، مثلا ولي اليتيم أو ولي الأبناء، ولي الأب مثلا عنده سلطة على أبنائه. هذه السلطة جعلها الشرع حتى شنو؟ حتى ينمي الأبناء، حتى يشرف على تربيتهم، حتى يكون دائم النصح لهم. هاي لك نوع من السلطة. لكن إذا تجاوزت الحد تنقلب إلى تسلط. بمجرد أن تتجاوز الحد تكون نوع من التسلط. التسلط هو في الحقيقة مرض. حقيقة من ترجع إلى حقيقة الأمر تجد بأن التسلط هو مرض، لأنه هو مقصود بذاته مو لأجل غيره. يعني أكو إنسان الله سبحانه وتعالى أنطاه سلطة حتى يربي الأبناء مثلا، أو المسؤول مثلا اللي جعله الله مسؤولا، أو مثلا خليفة الله اللي جعل الله سبحانه وتعالى ممثل عنا في الأرض وهو يمثل الدين الإلهي كله. لكن بالتالي أنه عنده سلطة، ما عنده تسلط، ما عنده هذا النوع من النوع، شنو نوع التسلط وفرض الهيمنة وغير ذلك. هذا النوع هو شنو؟ هذا تميل إلى النفوس الضعيفة، يحب أن يتسلط لأن يرى أن عزته وكماله بالتسلط، فتشوف أنه يحب أن تمشي كل أموره وكل شيء يقوله وكل فعل لابد أن يستحسنه المجتمع. كل فعل يفعله لابد أن المجتمع يستحسنه، لابد أن شنو؟ أن المجتمع يمدحه على هذا الفعل. هذا النوع هو نوع من يسمونه تسلط، وهذا ديدن الفراعنة والناس الظالمين. لكن الإنسان المتوازن والمعتدل ما يكون عند هذا النوع من التسلط، وإنما نعم عند سلطة وعند حق معين يمشي وفقا لذلك الحق الذي رسمه الله سبحانه وتعالى. الآباء في بعض الأحيان قد يخرجون من دائرة السلطة والحق الممنوح لهم من الله عز وجل ويدخلون في دائرة التسلط، وهذا شيء موجود وثابت وفقا لكثير من الدراسات النفسية والاجتماعية، موجود هذا النوع
من الآباء، اللي هو يفرض دائما أن يسيطر على ابنه في كل شيء. أنا مو بصدد أريد أن أقول بأن السيطرة هي غير ممدوحة، لا مو هالشكل. أريد أن أقول أن التطرف في السيطرة وخروجها عن الحد المحبذ في الشريعة واللي نصت عليه الشريعة، هذا راح يولد إفرازات ويعطي التربية انعكاسات خطيرة جدا، وهذا ثابت من خلال التجربة. ما هي الأمور التي تعكسها التربية المتسلطة؟ أنه دائما هذا الأب يشوف أن الابن كون ما عنده شنو، ما عنده أي رأي تجاه أبيه، وما عنده أي كلمة يقولها، وحتى لو يسأله مثلا عليه أن يسمع ويطيع، ولو سأله عن السبب يقول له مو شغلك، المهم أنه أنا قلت، المهم أنه أنا قلت، مو مهم أنه أنت شنو رأيك، ولا المهم أنه أنت تعرف السبب والمغزى من فعلي مثلا، لا المهم أنه أنا قلت. يعني كأنه هو شنو، يعني هاي الأمور هي في الحقيقة لا تكون إلا للمولى الحقيقي اللي أنت تدري بي عنده حكمة ونفس فعله ونفس كلامه وأمره وحكمه. فحتى لو تجهل المصلحة نوبات، تجهل المصلحة، لكن أنت بما أنه تعلم بأنه حكيم، تعلم بأن هذا الشيء الذي تفعله هو في مصلحتك. لكن هذا الشيء في الإنسان، هذا الشيء في الإنسان ما موجود. هسه مع خلفاء الله يختلف الأمر، طاعتهم مطلقة من طاعة الله عز وجل. حتى القرآن الكريم لما فرض طاعة الأبوين لم يفرضها بشكل مطلق، وإنما فرضت على مستوى محدد. طاعة الأبوين، طاعة الزوجة مثلا بالنسبة إلى زوجها، صحيح أن الروايات تقول مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله يقول لو كان يصح السجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن بالتالي تبقى أنه طاعة الزوج على هذه المرأة هي طاعة محدودة، سلطة عليها سلطة محدودة مو سلطة مطلقة. الزوجة كذلك عندها سلطة على أبنائها، لكن شنو؟ سلطة غير مطلقة. السلطة المطلقة هذه تسبب انتكاسات كثيرة في نفس الإنسان. من الأمور التي تفرزها أو يفرز هذا النوع من التربية هو فقدان الثقة. يعني دائما الإنسان عندما ينشأ في بيئة، وهذه البيئة تصادر كل حقوقه، تصادر كل آراءه، تصادر كل كلمة يقولها، هذا راح ينمو عليه من، راح ينمو على أنه صار عنده عقدة الدونية كما يقال، وما يكون عنده ثقة بنفسه. وإذا ما كان عنده ثقة بنفسه، هذا بعد ما يستطيع أن يقف في امتحانات الدنيا وشدائد الدنيا. ومن هنا تشوف مثلا عفوا كثير من الناس لما يعرض عليه فتاة بسيط جدا، وهذا الفتاة من تقارن بمبدأ يحمل مبدأ مثلا، هو كان سابقا على مبدأ مهم، وهذا المبدأ بقمة السعادة، وهو أيضا شاعر بالسعادة في مرتبة ما أو في ظرف ما أو في وقت ما، هو شعر بعظم السعادة اللي كان مثلا هو يعيشها، لكن بمجرد أن يتعرض لوعكة بسيطة وعصرة بسيطة من عصرات الدنيا، تشوفه يبيع شنو؟ يبيع هذا كله، وين يلتجئ؟ يروح إلى ذلك الفتاة. وهذا اللي أنت تشوف التاريخ مثلا اللي السيدة الزهراء سلام الله عليها في خطبتها شو تقول؟ تقول استبدلتم شنو؟ الذنابة بالقوادم. يعني سواء أكو واحد يستبدل الذنابة بالقوادم؟ يعني أنتم ما فكرتوا مثلا، أنتم من قدمتوا أولئك على أمير المؤمنين، زين هو أمير المؤمنين ينقاس بأولئك حتى تقدمون أولئك على أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ السبب شنو؟ السبب أن هؤلاء متزلزلين، ولهذا المنافق أجلكم الله يسمى انتهازي ويسمى متزلزل. ليش متزلزل؟ لأنه ما عنده رأي ثابت. ترى أغلب الناس أجلكم الله اللي يعيشون النفاق
هم ما عندهم ثقة بمواقفهم، وما عندهم ثقة شنو بمبادئهم اللي يحملوها. بينما شوف أنه أصحاب أهل البيت الحقيقيين اللي كانوا انعجنة طينتهم وانعجنة دماءهم بالمبادئ الحقيقية، يقطع لسانه ما يضر أبداً، يقتل ابنه أساساً. حجر ابن عدي كما نقل في الروايات، حجر ابن عدي قال لهم قتلوا ابني قبلي، لما جاب معاوية رضي قتله قال لهم قتلوا ابني قبلي، قال له لا أتعجلت الثكل يا حجر، يعني أنت ليش يعني أكو واحد ينقتل ابنه؟ عادة هو يتمنى أن يموت قبل ابن الإنسان، فيقول لهم قتلوا ابني قبلي. ليش يقتلونه قبله؟ يقول لهم حتى يموت وأنا مطمئن عليه أنه لم يحد عن طريق أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما بدل، ما ترك علي بن أبي طالب وراح علما نتيجة الضغط، يعني الضغط هذا ما أثر على موقفه، ما يأثر على موقفه. وهذا الضغط مو بالضرورة يكون ضغط الظالمين، يعني ضغط الظالمين ضغط الدنيا أساسا. كثير من بعض الأخوة الله يوفقهم إن شاء الله ويكتب لهم السلامة، كنا نجدهم في مجتمع الأنصار، لكن في الفترات الأخيرة لم نرهم في المجتمع الأنصاري، مع أن هذا المجتمع هو المجتمع الوحيد الذي هو محط عناية الله سبحانه وتعالى. يعني والله أنا بعض الأحيان أقول يعني من حسن حظنا اللي الله سبحانه وتعالى مثلا رزقنا صحبة فلان من الناس، لأن هذا فلان من الناس عند شأن عند الله سبحانه وتعالى أكيد أنه ما راح ينسانا لا بدعاء، هاي وحدة، وما ينسانا بمواقف يوم القيامة. يعني بعض الأحيان والله هالشكل أفكر أقول هنيانا، يعني إحنا ما شاء الله أنه رافقنا أناس، هؤلاء الناس تشرف بهم الأرض، لكن ليش أنه يبتعد الإنسان عن هذا المجتمع الصالح اللي تقريبا أنت الآن ترى دائما مثل ما يقول الإمام سلام الله عليه، اللي داخل المنظومة ما يدري بالواقع، اللي خارجها ما يدري. ترى من تطلع إلى التعاملات الموجودة عند بقية الناس تشوف أنه تعاملات خطيرة جدا، وأساليب مريرة، أساليب جدا مريرة. بينما أنت الآن في مجتمعك، مجتمعك المؤمن، تفعل وأنت مطمئن، تقول وأنت مطمئن، تتصرف وأنت مطمئن، هاي الطمأنينة ما تلقاها في تلك المجتمعات، ما تلقاها. الآن أنت من تشوف كثير من الأخوة اللي عندهم احتكاك ببقية المجتمعات، سولف ويا شلون ينقل لك بعض الصور اللي تتنفر من عندها وتحاول قدر الإمكان أن ما تسمحها أساسا. على كل حال، فأول شيء تولد هذا النوع من التربية المتسلطة اللي دائما يفرض الأب سيطرته على الإبن، هو أن هذا الإنسان عنده فقدان الثقة، ما يكون عنده ثقة بنفسه، وبالتالي تكون ما يتخذ موقف معين، ولا أصلا يفكر ويعيش دائما على الاتكالية. واحدة من أبرز النقاط اللي هي تلحق وتلصق بمسألة فقدان الثقة أنه الاتكالية. دائما نشوف أنه بعض الأبناء كثيرا ما، كثير جدا من الأبناء تشوفهم اتكاليين، يعني دائما هو ينتظر أبوه شي يقول له، ينتظر أمه شي تقول له، ما عنده يعني أبسط الأمور ما يقدر يتصرفها، يعني حتى على مستوى ملابسه ما يقدر يقرر شنو يلبس. إذا شايفين هاي الحالة، إذا مثلا يريد يتكلم بكلام تشوفه متزلزل، ما عنده ثقة أنه كلامه هذا صح له خطأ، ويبقى متردد هكذا، يرفع رجلا ويضع أخرى. وهذا ترى لا تشوف أنه المثال في الملابس، ضربت لك مثال، أكو أمثلة واجهناها في دعوة الحق المباركة، أكو إنسان من تحاشي يقول لك الحق واضح، ليش ما تؤمن؟ يقولك متردد، الحق واضح. زين إذا الحق واضح ليش ما تؤمن؟ ما هو الشيء الذي يمنعك؟ اللي منع ترى أمر نفسي، مو قضية دليل ومشاكل، الدليل هو أسلم به، لكن هو ما عنده جرأة أن يتخطى ويعبر من يجتاز البحر المالح
حتى يصل إلى شنو؟ إلى البحر الحلو. ما يقدر، ما عنده هاي القدرة. ليش؟ هاي بسبب بيئته وتربيته اللي نشأ عليها. ومن هنا أنه حقيقة اللي يختار عقيدته بنفسه هذا يعني هو أو في أول سلم الحرية اللي اختارها هو. في أول سلم الحرية الإنسان اللي يختار عقيدته بنفسه، مو أجا ورثها عن أبوه عن أمه وعن أسلافه، وبالتالي من ينسأل ما يعرف شنو السبب. أنا أذكر سألت واحد من الناس المتخصصين، سألت قلت له بأنه من طلبة العلم هو، قلت له كيف يمكن لنا أن نثبت نبوة النبي صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله. قال لي نثبتها بالمعجزة، نثبت نبوة النبي صلى الله عليه وآله بالمعجزة. قلت له زين، النبي صلى الله عليه وآله طلب من حكام الإمبراطوريات في ذاك الوقت وأرسل لهم رسائل، أرسل لهم رسائل وطلب منهم الإيمان به بعنوان أنه رسول، اسلم تسلم، مو شكل اسلم تسلم. زين، النبي من خاطبهم قال لهم اسلم تسلم، ما أرسل لهم معاجز. النبي خاطبهم قال لهم طلب منهم الإيمان لكن ما أرسل لهم معاجز، ما أقام المعجزة لهم. زين، هل طلب النبي صلى الله عليه وآله من أولئك أن يسلموا هذا الطلب طلب يعني حكيم أو طلب غير حكيم؟ إذا كان أنه طلب غير حكيم هذا ينافي حكمة النبي صلى الله عليه وآله، إحنا ما نقول بهذا الشيء. أما إذا كان حكيم فإذن شنو قيمة المعجزة بعد؟ شنو قيمة المعجزة؟ هو طلب منهم أن يسلموا بلا أن يرسل لهم معاجز. انتبه، ما قدر أن يجاوب بشيء، فليش النبي صلى الله عليه وآله يطلب من أولئك أن يسلموا بلا أن يرسل لهم معاجز؟ على كل حال، هذا كله إخواني هو بيئتنا ونشأتنا وطبيعتنا اللي عشنا بيها، فلابد أن شنو؟ أن نطلع، لابد أن نحاول أن نغير، نحاول أن شنو؟ أن نبني أنفسنا أولا، ونبني أهلنا ثانيا، ومجتمعنا ثالثا. يا أيها الذين آمنوا وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الأمر الثاني اللي تفرزه هذا النوع من التربية هو بالمستقبل البعيد راح تكون فجوة بين الآباء وبين الأبناء. ليش؟ لأن دائما هذا الأب متسلط ويحب أن يفرض آراءه على ابنه في كل شيء. هذا الابن بطبيعة الإنسان هو يميل إلى التحرر، يحب أن يتحرر من كل قيد. فإذا يشوف أنه هو في صغره مقيد، أبوه مقيدة وأهله مقيدين في بكل شيء، هذا يوم على يوم أولاً راح تموت العاطفة الأبوية بينه وبين أبوه، ما راح تكون علاقة محبة وعلاقة شنو أبوية. أنا أتذكر أنه أكو كلمات عند الإمام سلام الله عليه السيد أحمد الحسن، أحد الأخوة المؤمنين سأل أنه على مسألة أنه هو مسؤول عن أناس، فالسيد يوجه في مضمون كلامه يقول له إذا تريدهم يطيعونك خلي يحبونك، إذا حبوك شنو أطاعوك، إذا حبوك أطاعوك. التفتنا؟ فهاي المحبة راح هاي النوع من التربية يهدم هذا الصرح العظيم وهذه العلاقة المقدسة بين الأب وبين أبنائه، تنعدم المحبة تماما. حتى لو ما يصرح الابن خلي في بالك، حتى لو ما يصرح الابن، لكن هو في الحقيقة
عنده جفاف تجاه أبوه، أكو عنده جفاف بنفسه تجاه أبوه، ما يحس بأن هذا شنو أب قد غطاه بحنانه، ما يحس أن هذه أم قد غطته بحنانها. هذا يحس به الإنسان حتى وإن كبر وما صرح به، لكن يبقى هذا الشيء في نفسه، هذا الشيء موجود في نفسه، وبالتالي أنه يحاول متى ما سنحت الفرصة أن يخلص نفسه من هذا النوع من السيطرة والهيمنة يخلص. وربما إذا لم يستطع أن يخلص ربما يكون عراك ومشاكل بينه وبين أبوه وأمه. هذا شنو سببها؟ سببها نوع التربية اللي الأب دائما يحاول أو الأم تحاول دائما أن تفرض رأيها وسيطرتها على أبنائها. مو الشكل، حتى الله سبحانه وتعالى الإيمان، إيمان بالله سبحانه وتعالى، هم الله سبحانه وتعالى خلى الإنسان مختار، حتى بالإيمان اللي هو أقدس شيء هم الله عز وجل خلى الإنسان مختار بإيمانه، لا إكراه في الدين، خلى الإنسان مخير. هذا قال له هذا طريق خير هذا طريق شر، زين ولا لا؟ وينصحه دائما الله عز وجل، ينصحه يبين له يهديه يعلمه بهاي التعاليم، لكن بالتالي ترك الإنسان مخير هو يختار، مو دائما هو شنو دائما الفروض، ودائما دائما يحاول الإنسان أن يفرض سيطرته على كل من هو دونه. أمير المؤمنين سلام الله عليه في حديث كتبته عنه يقول صلوات الله وسلامه عليه: التسلط على المملوك والضعيف من لؤم القدرة. يعني هذا يعني اللي يتسلط على المملوك عندك والضعيف اللي عندك، واللي النبي صلى الله عليه وآله يقول بأنه أوصيكم بالضعيفين، المرأة وما ملكت أيمانكم، وحتى الأبناء أيضا، هؤلاء هم من الناس من الضعاف، فإذا أنت دائما تحب أن تسلط عليهم وتفرض عليهم هيمنتك هذا من لؤم القدرة. يعني بعبارة أخرى هذا يكون نوع من اللؤم، لؤم يتصف به الأب ويتصف به الأم. النقطة الثالثة والأخيرة هي مسألة أنه الإنسان لما خلقه الله، خلقه الله ضمن طبيعة معينة. شوف دائما الطفل أول ما يولد الطفل بعد ما متلقي شيء من عائلته في بادئ أمره، شوف عنده تلقائية، يتصرف على طبيعته، يتصرف على سجيته، منو بعدين يطي ويحدد ويأطر هذا التصرفات؟ هي العائلة. العائلة بهذا النوع من التربية المتسلطة راح تأطر شخصية الطفل وتعدم من عنده جانب التلقائي اللي عنده. جانب التلقائي اللي كل إنسان يولد عليه عنده تلقائية، هذا الإنسان يعني عنده بساطة. شوف هسه احنا كثير من الناس تشوفه يتكلف في كل شيء، من أين أجى هذا الشيء؟ وأكو إنسان تشوفه بسيط، أكو إنسان تشوفه كل تقييماته واقعية، أكو إنسان تقييماته عالية جدا ما موجودة أو مثالية مثلا ما موجودة، يعني يحكي لك فد أشياء عبالك وما موجودة بهذا المجتمع. زين، شنو السبب؟ السبب هو طبيعة إدراكاته، شخصيته أطرت بهذا الإطار. الطفل أول ما يولد عنده جانب تلقائي، ولهذا الأب يقدر يعرف ابنه، لكن بهذا النوع من التربية المتسلطة العنيفة القاسية هذا النوع راح يجعل الابن يفقد هذا الجانب التلقائي، يفقد الوضوح. مثلا هو إذا كان يدري بأنه إذا أخطأ سوف يعاقب عقاب عسير جدا جدا جدا، راح يسوي، راح يحاول أن يخفي خطأه عن أبيه. ليش؟ لأنه يخاف منين؟ يخاف من ردة الفعل والقسوة القاسية اللي عند الأب، فيحاول أن يخفيها قدر الإمكان، يخفيها زين، ويحاول أن يكذب. فمن هنا تتبدل شخصيته، تتبدل بدل ما يكون تلقائي واضح في شخصيته تشوفه لا، أنه يلتجئ لمن؟ إلى النفاق، يبين لأبوه شيء ولكن الواقع هو شو مسوي؟ مسوي غير شيء.
يلتجئ لمن؟ إلى أجلكم الله، إلى الكذب. ليش؟ أنه يعتبر أن الكذب هو ترس يتوقى به، هو جنة تصد عنه. شنو تصد عنه؟ العقوبة. ويلتجئ الإنسان، كل إنسان بطبيعته يلتجئ لمن؟ إلى رفع العقوبة عن نفسه ويدفعها عن نفسه. فهذا النوع من التربية يضغط على شخصية الطفل بحيث يخليه هذا الطفل يفقد هذا الجانب، جانب التلقائي، جانب البراءة اللي عنده، وإنما يلتجئ لمن؟ إلى المكر والخداع والحيل، حتى بغيت شنو؟ حتى يسلم، حتى يتجنب هاي القسوة الموجودة من الأبوين. ولهذا أنه لابد للإنسان أن يتصرف تصرف متوازن، وهذا ما أشير إليه إن شاء الله في كلمات تأتي إن شاء الله. وأكتفي بهذا القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأئمة والمهديين، وسلموا تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصلي على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصلي على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصلي على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي محمد بن الحسن العسكري، وعلى وصيه القائم بأمره اليماني أحمد بن محمد، وعلى المهديين من ولده، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين وأنصار دينه من الأولين والآخرين. صلوا عليهم بأفضل الصلوات. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله. هذه حكمة من حكم أمير المؤمنين سلام الله عليه، أقف عندها لنأخذ منها ونستلهم منها ونتذكر بها أخلاق أئمتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نقتفي أثرهم ونهتدي بهداهم. العجب إخواني هو الزهو، وهو استعظام الفعل. كل إنسان يفعل فعل معين يستعظم فعله، هذا يسمى معجب بفعله، يشوف أن فعله كامل. الإنسان يفترض به أن يكون هو دائما في معادلة قلقة كما يقال بين الخوف والرجاء. الذي يرى ويعجب بنفسه سوف يخرج عن هذا الحد. ولهذا قالت الروايات بأن من أعجب بعقله منع من الازدياد. يمنع من الازدياد لماذا؟ لأنه يعتقد أنه كامل، ويعتقد أن موقفه وموقف هو الموقف الذي ينبغي أن يسلك مثلا، أو قوله هو القول الكامل الذي لا خدشة فيه ولا نقص فيه. بينما أساسا أنه هو هذا، من اعتقد بذلك هو هذا أول المرض. من يعتقد بنفسه أنه كامل، أو يعتقد بأن قوله كامل، أو يعتقد بأن آراءه كلها صحيحة، أو يعتقد بأنه فعل فعلا لم يفعله أحد من المؤمنين من الناس، أو غير ذلك، هذا هو استعظام الفعل. استعظام الفعل
هذا هو كما ورد في الروايات أنه ما استعظم الإنسان أو ما أعجب الإنسان بنفسه إلا هلك. يعني هو هذا هالك يعني في ما ممكن أن ينجو، ما ممكن أن ينجو. كل إنسان يرى أن نفسه مثلا معجب بنفسه وأفعاله، أنه أنا انصرت دين الله سبحانه وتعالى، أنه أنا وقفت، أنه أنا تبرعت، أنه أنا انطيت، أنه أنا كذا، وهكذا يحسب على نفسه ويحصي أفعاله قدر الإمكان. هذا فليعلم أنه في الحقيقة يعني هو على شفير جهنم. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: من دخله العجب هلك. هذا هالك اللي يدخل العجب يكون من الهالكين. بل ورد في الروايات أساسا أنه من الأفضل المسيء النادم أو المطيع الذي هو شنو؟ المطيع المعجب. في الرواية تقول: لا، المسيء النادم أفضل من المطيع المعجب. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: سيئة تسوءك خير عند الله من حسنة تعجبك. إذا أنت شلون تحافظ، شلون تقدر أنه يعني شلون تقدر تحافظ على نفسك بحيث أنه أعمالك ما تعجبك، يعني أفعالك ما تعجبك. أنت دائما تذكر أكو كلمات يذكرها القائم سلام الله عليه، كلمات في مواقف شتى، لكن في الحقيقة هي تمثل قواعد سلوك. مثلا ينقلون الأخوة المؤمنين عن الإمام أحمد الحسن سلام الله عليه أنه خاطب أحد المؤمنين، قال له بأنه اقرأ كتاب كن نفسك شنو؟ كارهته، نفسك تكره هذا الشيء اقرأ، حاول أن تقرأ فتشي تكره نفسك، بهكذا مضمون. ليش؟ لأنه يعني هواي بيها جنبات إيجابية هاي الحالة. أولا أنه نفسك تكون مو دائما هي مطلقة العنان، لا، أكو من يقيدها، هاي واحدة. الشيء الثاني أنه تحس أن هاي النفس ترى تنكسر من تتقيد، تنكسر. خلنا أضرب لك مثال. أكو بعض الناس منتخالفة بالرأي، حتى بالنقاش منتخالفة بالرأي، تشوف كأنه هدمته تماما، بينما هو أمر بسيط جدا. اختلاف الآراء أمر جدا بسيط، لكن ليش أنه إذا خالفت بالرأي ربما يعاديك، ربما يشن عليك حاملة شعواء، مع أنه أنت ما قايل فتشي، مجرد أنه هو بين رأيه بحسب مدركاته وأنت بينت رأيك بحسب مدركاتك. هذا أمر طبيعي جدا، حتى ببيتنا الآن، بكل بيوتنا، كل إنسان يتكلم بحسب مدركاته، الطفل يتكلم بحسب مدركاته، المرأة تتكلم بحسب مدركاتها، الأب يتكلم بحسب مدركاته. فأنت ليش أنه إذا خالفت هذا الإنسان مثلا تشوفه كأنه قامت القيامة؟ ليش؟ لأنه حس أن الأمر وين؟ الأمر وين ضرب؟ ضرب، خلينا نعبر عنه، نقول هيك، ضرب الأنا الموجودة عند الإنسان، ضرب النفس اللي هي الإمام السجاد سلام الله عليه يشكوها إلى الله سبحانه وتعالى، يشكوها إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة، الخطيئة مبادرة، إلى غير ذلك. على كل حال، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى عالم عابد فقيل له: كيف صلاتك؟ فقال: مثلي يسأل عن صلاته؟ مش نستعرف يعني، وأنا أسألوني عن صلاتي؟ سؤلي غيري أنا، ومو أنا الأنسئل عن صلاتي، أمثلي يسأل عن صلاته؟ وأنا أعبد الله منذ كذا وكذا. قال سائل، قال: فكيف بكاؤك؟ شلون بالله خشوعك وبكاءك من الله؟ قال: أبكي حتى تجري دموعي. فقال له العالم، يعني هو هذا واحد يسأل ذاك الثاني، قال: ضحكك وأنت خائف، أنت مو تبكي، ضحكك وأنت خائف أفضل من بكائك وأنت مدل. المدل يعني الفرح المسرور المبتهج. قال: ضحكك وأنت خائف من الله سبحانه وتعالى أفضل من شنو؟ أنا أتذكر فت قصة يعني حقيقة وقفتني أمام، أكو بعض الشباب كانوا في وقت ما، هاي القصة من زمان سامعها من أحد المؤمنين
ما أتذكرها بالتفصيل لكن أذكر موجزها، أنه أجوا ناس إلى زيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه. أكو ناس مؤمنين يعتقد بنفس الإيمان وكذا وغيره، وين راح قبل؟ راح قبل أمير المؤمنين يزور. أكو ناس وقفت بالطريق قال لهم ليش ما تزورون؟ قال لهم إحنا ما نشوف عندنا لياقة وما نشوف إحنا مؤهلين أن ندخل إلى حرم علي بن أبي طالب، وهذا مو تصنع، لا حقيقة يرى نفسه، هو يرى نفسه أنه هو ما عنده أهلية أن يدخل ويزور علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هذا المكان المقدس الطاهر المكان النقي. زين، فيشوف نفسه هالشكل. أكو بعض الناس لا، هو مو يشوف نفسه مؤمن، يعتقد أنه هو يعني كأنه علي بن أبي طالب واقف له بالباب ويرحب بيك، لا تفضل أهلا وسهلا بيك وحياك الله. على كل حال نسأل الله العافية. عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: قال الله عز وجل لداود عليه السلام: يا داود بشر المذنبين وأنذر الصديقين. قال: كيف أبشر المذنبين وأنذر الصديقين؟ المذنبين أبشرهم؟ وعادة التبشير يكون علماً للمؤمنين الصديقين، فيقول له بشر شنو المذنبين وأنذر الصديقين. زين، قال يا داود بشر المذنبين، قال كيف أبشر المذنبين وأنذر الصديقين؟ قال يا داود بشر المذنبين أني أقبل التوبة وأعفو عن الذنب، بشرهم، وأنذر الصديقين ألا يعجبوا بأعمالهم فإنه ليس عبد أنصبه أو أنصبه للحساب إلا هلك. ماكو واحد يوقف أمام حساب الله إلا هلك، ولهذا إحنا من اعتقاداتنا اللي أول ما عرفنا الحق عرفناها أن الله سبحانه وتعالى قابل الناس بالرحمن الرحيم، لو قابلهم بغيرها لكثرت المثلات ولا ما زكى أحد، مو هالشكل إحنا عندنا اعتقادنا هذا، ما يزكو أحد، فإذا ما يزكو أحد بعد عليها من هالغرور. أختم بكلمة أنا أعتبرها أنه هاي الكلمة المفروض دائما سايرنا في كل حياتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدرنا على ذلك، لأن يعني النفس صعبة. قال السيد أحمد الحسن سلام الله عليه: في التوراة مكتوب توكل علي بكل قلبك. هسه إن شاء الله ربما يوم من الأيام نسولف على هذا الشيء. ولا تعتمد على فهمك، تعتبر نفسك فاهم وكذا. بس أذكر لكم مثال بسيط، يعقوب وهو نبي من أنبياء الله عمل خطة، هاي الخطة من خلالها شنو يريد؟ يريد أن يجيب شنو؟ يريد أن يسلم أبناء، صحيح؟ يدخلوا من أبواب متفرقة، بالتالي أنه خطة يعقوب، خطة يعقوب اللي رسمها ما وصلت إلى هدف اللي أراده هو، ما وصلت إلى هدف اللي أراده هو. يوسف كان شنو؟ يوسف كان خطته شنو؟ أقوى منه وأدق منه. يقول في مضمون كلمات للسيد سلام الله عليه، يقول يعقوب سلام الله عليه، يقول يعقوب هو كان أراد لما علم بأن يوسف نبي، فهو طلب من الله عز وجل أن شنو؟ أن يحظى بتربية يوسف. يقول لكن ما وصل، ليش ما وصل؟ يقول لأنه هو اختار، يقول هو اختار. والسيد سلام الله عليه فصل هذا الشيء، خلي أذكره وإن كنت أطول عليكم أعتذر منكم، لكن من باب أنه وصلنا إلى هذا الشيء حتى ما يبقى ناقص. يقول الآن من تجي إلى قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه، تجد بأن في هذه القصة ثلاث أمور أساسية. الأمر الأول هو موقف أخوة يوسف، يقول هؤلاء لما وقفوا هذا الموقف كان عندهم سبب، كان عندهم سبب. شنو سببه؟ سببهم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. دول شافوا بأن يعقوب منطي وقت ليوسف مهتم بيوسف،
فهذا الشيء دفعهم إلى الحسد، وأرادوا أن شنو؟ أن أبوهم اللي كان لهم سابقا قبل يوسف أرادوه أن يرجع إليهم كما كان. فكان عندهم سبب، كانوا أرادوا أن يقتلوا يوسف حتى يخلوا لهم وجه أبيهم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هذا سببهم. زين، يقول لكن شوف الله سبحانه وتعالى، هؤلاء لما فعلوا الفعل بيوسف وأرادوا أن يخلوا لهم وجه أبيهم، أبوهم كان منطل يوسف قسم من وقته، خلينا نقول مهتم به، وكان أبناء موجودين. يقول بعد أن فعلوا تلك الفعلة أبوهم عاش كل حياته مع يوسف وما لهم أي وجه بعد، ما انطهم أي وجه، صح ولا لا؟ أبوهم كل هاي الفترة شنو؟ تالله شنو في الآية؟ تالله هشي تبقى تذكر يوسف هكذا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. فيقول هاي الفترة سبحان الله هم هش هتفوا، يقول ضاع منعتهم وراح وين؟ يقول أبوهم صار تحول كله إلى يوسف، هم اختاروا هذا الشيء. هاي واحدة. نبي الله يعقوب مثل ما بينت أنه أراد أن يحظى بتربية يوسف، يقول أيضا اختار هو. يقول منو اللي سلم ونجا؟ يقول فقط الوحيد اللي سلم من هاي الامتحان هو يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام مو يعقوب هو الذي رباه، بل الله سبحانه وتعالى أشرف على تربيته، لأنه ذبح مع الله سبحانه وتعالى، واللي ذبح مع الله عز وجل هو الذي ينجو، هو الذي ينجو. يقول السيد سلام الله عليه في كل طريق اعرفني كما ينقل عن التوراة وأنا أقوم سبيلك، ولا تحسب نفسك حكيما، أكرمني وأدب نفسك بقولي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأن يهدينا ويوفقنا لكل ما يحب ويرضى. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.